اهلا وسهلا، حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، مستمعين اثير اذاعه ام بي سي اف ام في برنامجكم برنامج كيف، معي محمد العسيري ولا زال حديثنا متواصل معكم. حذرت مؤسسه النقد العربي السعودي ساما مؤخرا من شركات الفوركس غير المرخصه والتي تستخدم قصصا وشخصيات عامه مختلفه في اعلاناتها للاحتيال على المستخدمين. وبحسب احصاءات غير رسميه قدرت خسائر السعوديين في الفوركس تجاوزت اكثر من 38 مليار ريال خلال 5 سنوات، والجهات الأمنية أيضا تحذر من التعامل مع هذه الشركات المجهولة. للحديث أكثر نسعد أكيد باستضافة الأستاذ محمد بن فريحان المستشار المالي والمتخصص في أسواق الأسهم. بداية حياك الله أستاذ محمد وسعيدين فيك. يا مرحبا، أهلا وسهلا فيكم، حياكم الله جميعا أنتم ومستمعين MBC. الله يحفظك أستاذ محمد. بالبداية بالتأكيد البعض المستمعين لا يعلم ما هي الفوركس، واللي بالغالبية ممكن شاف إعلان عنه وفي بعض المواقع الإلكترونية، ياريت نوضح للمستمعين ما هو الفوركس أستاذ محمد. يعني الفوركس نقدر نقول هو سوق تبادل العملات. تمام. السوق هذا يعني سوق قديم جدا، ليس يعني حديث. تمام. ونقدر نقول إنه يعني هو اختصار بثلاث كلمات: فوركس إكسشينج ماركت، سوق تداول العملات الأجنبية فوركس. تمام. السوق هذا سوق مفتوح 24 ساعة، عدا يومين يمكن الأحد والسبت. الدخول على هذا السوق من جميع العالم، ما هو في دولة محددة، ليس منظم في دولة محددة معينة، زي مثلا نقول سوق الأسهم السعودية إنه في سوق في المملكة العربية السعودية، أو سوق الأسهم الأمريكية في أمريكا. لا، هذا سوق العملات على جميع العالم، كل العالم، شركات مالية، بنوك، أفراد، أيا كانوا مؤسسات، يستطيعون يدخلون على هذا السوق ويتداولون عملية تبادل العملات، بيع عملة مقابل عملة أخرى. أنا أبغى بيع مثلا دولار مقابل جنيه استرليني أو يورو، فهي عبارة عن تبادل عملات، بيع عملة مقابل عملة أخرى، يعني نقدر نقول صرف. يعني أستاذ محمد، لما نتكلم أنه يستخدم المروجون لهذا النشاط طرق عديدة في الاحتيال على المواطنين والمقيمين، ما هي أبرز الطرق التي يسلكونها في ذلك؟ والله بيني بينك صراحة نحن نعاني كثير جدا، وخاصة نتكلم عن منطقة الخليج، ونتكلم بخصوصا إحنا هنا في المملكة العربية السعودية بحكم القوة الشرائية الموجودة اللي أنعم الله علينا فيها في هذه البلاد. فنجد أنه في استهداف صراحة للأفراد، خاصة الأفراد اللي ما عندهم أي خبرة ويسعون، هو أيضا ثقافة استثمارية متدنية. المشكلة أنه يجي هذا التسويق بشكل يعني أول شيء محاولة إغراء الناس بالأموال، أنك والله ضع $1,000 الآن وسوف تحقق في الأسبوع 2,000، 3,000، 5,000، 7,000 دولار. شيء أرقام صراحة تعتبر غير صحيحة، وفي نفس الوقت غير دقيقة، ومغرية فقط للناس اللي يحاول قدر الاستطاعة مثلا يبغى يخرج من ضائقة مالية عنده أي إن كان، أو يبغى يحقق استثمار سريع، فيجد أن مثل هذه الإغراءات أنها ممكن تكون هي الملجأ له. تمام. فللأسف يعني ينساق سريعا بدون ما يكون هناك في حاجة اسمها والله استشارة خبراء، تفحص لهذا الموضوع، تفحص لهذه الشركات. الحمد لله في العالم كله. تمام. الآن لو مثلا نبغى نتداول مثلا في سوق الأسهم السعودية مع أي شركة وساطة، لا يمكن أذهب لأي شركة وساطة إلا بعد ما أذهب إلى هيئة السوق المالية، اللي هي الهيئة الرقابية المالية داخل المملكة العربية السعودية، وأتفحص من هي الشركات المرخص لها من قبل هيئة سوق المال السعودية، حتى أني أستطيع أني أدخل معها واستثمر في سوق الأسهم. أيضا الآن في سوق العملات عندنا مرخص في سوق العملات، عندنا الآن ترخيص مثلا البنك الرياض، وأعتقد في شركة أخرى دراية إذا ما كان خان التعبير. هذه الشركات مرخصة من هيئة سوق المال المالية، تستطيع أنك أنت تروح تشوف الترخيص وبعدين تروح للجهة وتتعامل معها. طيب واحد يقول لك أنا أبغى أتعامل مثلا مع خارج شركات فوركس مثلا برا خارج السعودية، ما يمنع، ولكن لا تذهب إلا بعد ما تذهب إلى الهيئات الرقابية المالية في كل دولة. تمام. حتجد أنها في قائمة بالشركات المرخصة، يعني لو جات أي شركة مرخصة إذا لازم أنت تبحث عن رقمها الترخيص وتذهب إلى الهيئة الرقابية المالية، موقعها في الإنترنت كل الآن كل العالم فيها هيئة رقابية مالية وفيها لها موقع، يستطيع الواحد أن يبحث عن هذه الشركة هل هي فعلا مرخصة ولا لا، حتى ترخيصها، التراخيص أنواع، هل هي فعلا ترخيص أنها تستطيع أنها ترخيص أنها تحفظ المال، وهل في حماية للأموال، وطرق كثيرة. تمام. يعني اللقاء يعجز نحن نتكلم عنها، ولكن
البحث عن الشركات اللي فعلا مرخصة. أيضا التراخيص هذه في الدول الأخرى، مو معقول أن أنا بروح أسأل عن شركة يقول لك مرخصة مثلا في جزيرة في البحار تمام، معناته أن هذه الشركة مش ولا بد أصلا المكان الترخيص في مكان يعتبر مش بد، لازم أبحث عن الدول الكبيرة الدول النظامية اللي عندها قوانين حازمة. مثلا نتكلم عن سويسرا عندها الفينما اللي هي هيئة الرقابة المالية على السوق المالية السويسرية، مثلا عندنا في امريكا عندنا كذا ترخيص هناك الـ NSL تمام او الـ CFTC، او نتكلم عن بريطانيا مثلا الـ FCA، او نتكلم حتى عن FCA، او نتكلم حتى عن الامارات السعودية، نتكلم عن استراليا. في دول تكون عندها تراخيص فعلا في رقابة عليها في شدة، يعني زي مثلا هنا عندنا السوق المالية السعودية، اروح على هيئة المال السوق المالية وابحث عن التراخيص اللي موجودة، اعرف انه هيكون عندي لو بكرة النهار في عندي اي مشكلة مع هذه الشركة سواء في سحب المال او في الايداع او في التداولات او في تنفيذ الصفقات او عدم تنفيذ الصفقات، استطيع اني ارجع للهيئة الرقابية واقدم شكوى وسوف يؤخذ حقي بالكامل. اما ان الانساق وراء الشركات اللي هي تسويق فقط وتراخيصها للاسف تعتبر ضعيفة تمام، حتى لو كان عندها تراخيص تعتبر تراخيص ضعيفة او في دول ليست قوية عندها حزم، فالواحد ننصح انه يبتعد لانه في الاخير لن تاخذ حقه. جميل. طبعا الاستاذ اداره الاعمال بجامعه الطائف الدكتور جمعان العدوان يمسي بالخير بالتاكيد، في حديث له في صحيفه سبق بالسابق حمل الدكتور اللوم والمسؤوليه بالاستثمار في هذه القنوات والشركات الوهميه على المواطن، رايك استاذ محمد كيف حملها؟ يعني حملهم اللوم مسؤوليه انه يعني عدم الانجراف امام اوهام واحلام الثراء السريع والدعايات المضلله الزائفه. احنا كده نقول الشخص، انا اتكلم عن نفسي انا شخصيا، انا لي في السوق في سوق العملات اتداول فيه 23 سنه بالضبط الان تمام، تاتيني كل يوم رسائل للاسف من اخوان واخوات تمام على الخاص انه والله يا ابو ريان احنا مع واحد مثلا انسقنا سوق العملات وفي الاخير انضحك علينا. انا قاعد اسالهم سؤال واحد، ليش جيتوا الان تسالون وتستشيرون؟ ليه ما جيت تستشيرون قبل لا تروح تقدم؟ يعني مثلا جاك اتصال، جاتك رسالة، جاتك ايميل تمام، دخلت على موقع لقيت الاغراء هذا، هل تنزل؟ بس عند البعض استاذ محمد انه يعني يرى المال انه لم يعد وسيلة، اصبح غاية عند البعض لما يشوف مثلا المغريات. اذا معليش قبل لا تقع الفأس في الراس روح استشير، اذا ما عندك خبرة استشير الخبراء، ثم افحص مثل ما قلنا جميع الشركات المرخصة النظامية في العالم بالكامل لازم تكون مرخصة من الهيئات الرقابية العالمية المعتمدة تمام؟ موجودة، اسأل عنها، اسأل الخبراء يعطونك الفائدة. كثير ناس يجون أنا أقول لهم هذه يخرب منها، هذه شركة نصابة، هذه دعايات مرة كثيرة حتى في تويتر في الواتساب في أشياء كثيرة. بس أنا خليني أتكلم في نقطة مهمة جدا، خليني أنتهز الفرصة. أنا أتمنى لأنه للأسف في ظاهرة عندنا منتشرة من أكثر من 5 سنوات إلى الآن وجاءت تنتشر ولا زالت تنتشر، وصراحة أنا أحمل الآن عندنا الجهات الأمنية تمام في عدم يعني فعلا اتخاذ إجراءات حازمة فيها. تجي شركة أنا أعرف علي حتى هذا الموضوع إنه شركة وهمية تمام، يجي يقول لك يا أستاذ محمد أنت بحكم أنك أنت في السعودية نبغى نخليك أنت زي الوكيل لنا في السعودية، ونبغى نخلي الناس لأنه ممنوع يحولون عندكم في تنظيم عندكم في هيئة الرقابة ومؤسسة النقد ووزارة التجارة إنه ممنوع التحويلات والبنوك مشددين، فنبغى العملاء يحولون على حسابك البنكي هنا في السعودية تمام، وأنت تجمع المبالغ في حسابك ثم نعطيك منها 30% لك خذها تمام، وحول لنا 70% وإحنا نفتح لهم حسابات بالمبالغ الكامل حقتهم، طبعا كلها عملية نصب واحتيال. طبعا الحمد لله انا ارفض مثل هذه المواضيع، لكن للاسف في ناس هنا موجودين في السعوديه تمام يمارسون هذا الدور، يقول لك انا وكيل وياخذ ويستقبل حواله بنكيه تمام لشخص من هنا في السعوديه وينفتح له حساب وهمي تمام على انه فوركس ويتداول، واذا خسر قال انت خسرت، وهو اصلا كله حساب وهمي لا دخل السوق حقيقه ولا شيء نهائيا. الان السؤال يوم يكون شخص من السعودية من هنا مورث عليه عملية نصب مثل هذا الدور، المفروض أنه يتقدم إلى وزارة الداخلية أو الأمن العام أو النيابة العامة يقدم شكوى، والحمد لله موجود الآن السند، أنا عندي سند أني أنا حولت المبلغ على الشخص الفلاني وادعى أنه وكيل، المفروض أنه يتم القبض على هذا الشخص اللي استقبل الحوالة هذه تمام، ويتم فعلا التحقيق معه وإعالة الأموال.
طب هذا خليني اسال سؤال مهم استاذ محمد. الجهات الرسميه لازم تاخذ الدور في هذا لانه حق كثير كثير مواقف حصلت للاسف ما كان هناك في دور يفترض يكون في حجم اكبر. جميل. هل تعرف احد استاذ محمد قدم الشكوى للجهات الامنيه وتم اتخاذ اجراءات؟ في ناس فعلا حصل فيه ارشدتهم على طريقه كيف يقدم الشكوى تمام، يروح يقدم على الشرطه مركز اي مركز شرطه كجريمه معلوماتيه تمام، ومن ثم تحول الى النيابه العامه، ثم يتم عن طريق النيابه العامه التحقق من هذا الشخص اللي مدعى عليه، ثم يكون هناك فيه ايضا تواصل عن طريق مؤسسه النت تمام، انه فعلا فرد الحسابات وفعلا تكون قضيه وتتحول الى المحكمه كقضيه تمام. ولكن اتمنى يكون هناك في نوع من التسريع في هذا الموضوع وفعلا بس مثل هذا الموضوع، لانه في قوانين في نظام موجود الان، النظام موجود تمام. اذا هذا الشخص اللي مارس عمليه انه يستقبل الاموال يفترض انه يتم عليه القبض مباشره بدون ما يكون تطويل في الاجراءات تنتهي لسنه سنتين، لا المفروض انه يتم القبض عليه وايداعه في السجن تمام، وحد الاموال اللي يكون موجوده عنده في حسابه البنكي. جميل. لما نتكلم عن الجهات الرقابية أستاذ محمد بن فريحان، نتكلم أنها عملت على توعية المواطنين ما في شك المقيمين، ما قصرت لكن صحيح جهودهم أنا أشكرها، سواء نتكلم عن هيئة السوق المالية هنا في السعودية أو نتكلم عن وزارة التجارة أو نتكلم عن مؤسسة النقد اللي هم الثلاث الأطراف المعنيين بهذا الموضوع. لكن أنا سؤالي يحتمل شقين أستاذ محمد، والشق الثاني أتوقع مهم جدا، لكن نتكلم الإعلانات للشركات والعصابات المشبوهة في انتشار واسع في الإنترنت، بوجهة نظرك كيف ممكن يتم إيقاف انتشارها ومنعها؟ صراحة بينك إحنا بحكم إن إحنا في تجارة عالمية وأيضا نطاق مفتوح إنترنت، ما عندنا قيود مثل بعض الدول تمام، وما نتمنى يكون في قيود صراحة على شبكة الإنترنت. الدور الآن الدولة ما قصرت، مثل خلينا أعطيك مثال بسيط، مثل كورونا والحجر اللي حصل 3 أشهر الدولة قامت بدورها تمام، لكن مو معقول إني أنا أحجر الناس كل هالفترة الزمنية. إذا تم فتح الحجر ولكن نقلت المسؤولية من الدولة إلى من؟ إلى المقيم والمواطن تمام؟ صحيح. إنه عد بحذر تمام؟ إذا نحن نفس الحكاية نقول الإنترنت واسع يا أخي، إذا جيت أنت تتداول في الإنترنت لازم أنك أنت تكون حذر جدا. مثل هذه أنا أقول لك تم التحديث، لا تنسى حتى الآن لو تروح لأي بنك تمام؟ تقول أبغى أسوي حوالة لشركة فوركس تمام؟ موظف البنك يقول لك ممنوع تمام، هذه شركة تعتبر من الشركات الوهمية اللي عندنا لسه فيها قائمة فيها إنه ممنوع التحويل لها. مشكورين ما قصروا، أقول لك بذلوا مجهودهم، لكن الناس اللي ما تأخذ التحذير وتنسى انسياق بدون ما يكون فصراحة على بول، يعني ماذا أقول لك، القانون لا يحمي المغفلون. فللأسف التحذيرات موجودة، التوقيع موجودة تمام، ولكن للأسف الناس انسياقهم وراء المال السريع تحقيق الثراء السريع، هذا للأسف اللي أنساقه في الأخير ضاعت أموالهم بالكامل. يعني نقدر نقول أستاذ محمد أنه الأمر يتعدى الفوركس كقضية إلى ما هو أبعد، ننتقل إلى جانب نفسي أكثر. هي نقدر نقول أنه فعلا الشخص يمكن مثلا في ضائقة مالية أو مثلا عليه دين أو مثلا يبغى يحقق شراء شيء معين له، سواء كان مسكن سواء كان له سيارة أو أي كان تمام، في ضائقة مالية ويحتاج أنه من يعني يكون هو بصيص الأمل في أنه ينفرج معه الضائقة المالية هذه، فيوم يرى أنه والله اتصال. وبعدين الناس اللي يتصلوا على الأفراد ترى ناس محترفين في التسويق والإقناع تمام، ويأتون بأمثلة حتى كلها أمثلة وهمية. أنا صراحة تجيني كثير رسائل كثير جدا تمام، حتى أنه في أحد الأشخاص أنه أمس لا أريد أن أطيق قال تواصل معي كذا، قلت هيا روح كمل معاه جميع الإجراء تمام، وصدقني النهاية حتشوفها كذا، وسبحان الله كمل معاه الإجراء يمكن 3-4 أيام وفي الأخير لدى النهاية نفس النهاية اللي أنا توقعتها أنها حتصير. واضح طرقهم تمام، ولكن نحن نقول للشخص قبل لا تنساق لأي إغراء، أي إغراء، وليس فقط نتكلم عن الفوركس، نتكلم عن أي أمور أخرى تمام، تنساق حتى مثلا اللي يدعون مثلا والله تعالى أنت بتخفف وزنك تعالى امسك هذا راح يخففهم، فأنت رحت هيئة الدواء والغذاء وكشفت عن هذا المنتج، هل هو منتج صحي فعلا؟ هل هو مرخص أم غير مرخص؟ يعني الموضوع ليس فقط نتكلم عن الفوركس لمسألة الواحد لازم يثقف نفسه ويوعي نفسه، في أمور كثيرة في حياتنا لا ننساق مع أي دعاية أو إغراءات.